أصدر نادي إشبيليا الإسباني بياناً رسمياً بشأن ارتباطه بضم إيسكو لاعب وسط ريال مدريد السابق الذي انتهى عقده مع الميرينجي هذا الصيف، ويحق له التوقيع مع أي ناد آخر مجاناً. وقال إشبيليا أن النادي توصل إلى اتفاق مبدئي مع إيسكو للانضمام له خلال هذا الموسم، وأضاف أن إيسكو موجود بالفعل في إشبيليا وسيخضع للكشف الطبي يوم الاثنين، وإذا صارت الأمور على ما يرام فإن اللاعب سيوقع عقده مع النادي لمدة موسمين. هذا ولم يحصل إيسكو على فرصة المشاركة بانتظام في المباريات مع ريال مدريد في آخر موسمين له بسانتياغو برنابيو، كما إن اسمه ارتبط أيضا بالانضمام إلى ريال بيتيس وروما وغالاتا سراي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.